لا يوجد، لا يوجد سكن لحياة الإنسان إلا مع زوجة، لا يوجد. سيكون مضطرب إلا بوجود زوجة، ليس أم ولا 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 أخت، زوجة. لذلك يقول ابن عباس: آدم وهو في الجنة نام فاستوحش. في الجنة عندك كل شيء، استوحش. فلما نام خلق الله له من ضلعه حواء لتؤنسه. إنسان ينس، يبحث عن الناس، يبحث عن الألفة. لن تسكن هذه الروح إلا بوجود طرف آخر. الطرف الآخر لابد أن يكون زوجة، لأن الزوجة هي التي قال الله عز وجل فيها: وجعل بينهم مودة ورحمة. هو الذي جعل يصبح هذا الرجل أقرب من 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 أخيها ومن أبيها، وهي تصبح يعني أحب له من أقرب الناس إليه، هي من الله سبحانه وتعالى.